فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام حينا يقرأ في الصلوات الجهرية آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يقرأ الإخلاص ويركع، فهل فعله هذا صحيح؟ الفجر الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية هو ورد أن بعض الصحابة كان يختم قراءته في الصلاة بسورة الإخلاص، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.